وتحياتي للزرقاء عامة. تحياتنا والله. وطبعا الحمد لله الصخرة بتاعتنا المقفل قافل لنا اللي اسمه ده قافل لنا النواجر بقى بتكسر خلاص، الصخرة بقى بتكسر الحمد لله بقوا خلاص بتكسروا. بقينا الصخر اتفتح وبقينا نشوف الناقر طوالي، معناته قربنا. قربنا تاني يا زول خلاص البير نصبت. نعم البير نسب والله، هسه بقوا ينفصلوا. والحمد لله ونحن كان يعني انا كان اسف في برنامج بتاعت السلام ده قالوا شيء ان تكرهوه يبقى خير لكم وشيء ان تحبوه شر لكم. انا هنا ما حبيناه تب ما حبيناه، لكن شفت ده واغب بتاعته هسه خلاص اللي اسمه ده الحركات برضو كلها يبقى ميليشيات. شوفوا قطع كويس ان شاء الله. لانه والله النازل تاني خلاص يا زول، ما خلاص انت الكتله بتاعتك اللي انت يعني كان ماسكه وكان يعني متماسك به وانك خلاص ده مشروع بتاعتك الاوروبي او مشروع بتاعتك اللي انت تعيش في حياتك ده خلاص بقى بنتي نعم بدايه خلاص على الاجل انا خش فوقه بعد كده. نعم هسي انا هنا هسي هسي الحركات ذاته كلهم شوف كلهم يتكسروا بعد كده، لانه ده يعني ده حاجه كبيره انهم كانوا واثقين فوقه وكان يعني هم ذاته منتكلين به، حتى الدوله كان منتكل فوقه خلاص بقى تتكسر خلاص ده خلاص دمر. تحياتنا قدام، تسلم، شكرا الله تحيه للزرقاء عامه و شكرا شكرا شكرا، تسلم. طيب الجربوه ده بقى يكوري، في واحد جربوه هنا بقى يكوري. جايونكو هي دقلي اكتر من 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 20 مكالمة، ما بيستقبلك يا زول، ما بيستقبلك، رفضتك طوالي، بشيلك برا طوالي، انت ما شغال صح يا زول. جايونكو هي انت عندك تلفونين شايفني هسي في اللايف، ما بيستقبلك نهائي نهائي، ما بتنفع معي، اوريك عديل عشان اتخرج مني يا زول. ابقى راجل زي الرجال، البس بدلة وكرافتة وبعدك تعال تنديك دعوة. اللايف ده مسخن فوق، جايونكو هي نهائي نهائي هنا اللايف ده ما تخش فيه، والله لو لهست كوعك هنا ما تخش، عشان اوريك عديل. مرحبتين حبابك، اخبارك بساه بخير والله الحمد لله. اللايفو هاي تفضل. هاي لا لا تقول الزرقاء قدام قدام، بس انا ثلاثة من لا شوية ان شاء الله نتمنى باقي الجامعة كلهم يتفصلوا ويخشوا لنا بتوت الزرقاء. نعم تمام، يقوا ملايش كلهم يا زول، بس اهم حاجة يجيبوا لنا يجيبوا السلاح. قبل شوية عبد العزيز بني قال الجماعة بتاع كنت يا كتب ده دوروا لنا، يقولوا الناس دي خليه يسخن وما يقولوا الاهليات دي الاداره عالية والناس دي خلاص ما بفهم انا اصلا. ايوه اداره اهليه ده الفينش خلاص. هنا شغلنا تو بلبس خلاص تو ما عندنا له اي جاي الميمو والله تهي انا راض من هنا لغايه ده ان شاء الله، ونتمنى باقي الجماعه كلهم يقولنا يعملوا نفس الطريقه ان شاء الله. تحياتنا تسلم. شايف اللايف يا عامر شديد، نخلي فرصه لباقي الجماعه وتهي عليك انت يا زول وركز بس. تسلم والله، شكرا. شغل ماشي يا جماعه، شغل ماشي. عايز دقيقتين دقيقتين عشان نقبض اكبر كميه. انا احنا دايرين شنو؟ اللايف ده يكون فيه اكتر كميه. شايف الجنجبيت الليله لبده كيف؟ لبده يا صاحبي. انا اوريكم هنا الجنجبيت، شوف جانا الجنجبيت السقنبوطي هنا ده، شوف جانا الجنجبيت ده كتب هنا شنو؟ كتب شنو هنا في اللايف جانا الجنجبيت ده؟ كشف هنا الجنجبيت ده كتب شنو؟ دقيقه نستقبل ده. مرحبتين. اهلا السلام عليكم حبابك. ازيك يا احمد كيف حالك؟ يعطيك العافيه. بخير والله. انا طبعا جيت قبل شويه من في اللحظه اللي انت كنت نشرت فيها الجندي بيتكلم الانفصال من الدعم السريع. عقيد عقيد بسلاحه وبيت تطشيراته وبيت دنيته جد. والله ده يستحق الواحد يرفع عليه زي ما بيقولوا القبعه. نعم تمام. والوصيه دايره اقولها معلش يعني وصيتين، واحده دايره اقولها والثانيه اذا سمحت لي دار وصلة لأهالي. تمام. الأول الدائرة أقوله أول شيء دائرة أقول أحيي الزرقة وترابط الزرقة وأقول لي قدام وترابطوا لا تخافوا لا تتراجعوا ولا تترددوا ولا واحد يجي يغشكم يقول لكم دي فتنة ولا واحد يجي يغشكم يقول لكم دي حتودي البلاد عن زلاق. ما في زلاق أكثر من الأهل كلهم قاعدين
في معسكرات النازحين حاليا، في الجوع في العطش وفي البرد، وكل مر عليهم ما فاتك من كده تمام. وما يجي واحد يقعد يقول لكم دي فتنة ودي ما عارف شنو، الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر بأن الإنسان يدافع بنفسه. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى شرع عليك إنك تدافع عن نفسك، يبقى أنت الإنسان العادي اللي بيتكلم معك ده لا تستوعب كلامه ولا تشتغل به أي حاجة. ونتمنى الترابط ده يستوعبوه لكل الولايات التانيين، يترابطوا ويطلعوا ميليشيات. نحن في بلد لا فيها قانون ولا فيها حق ولا فيها حقوق ولا فيها قطاع ولا فيها أي شيء. يا ريت الناس تفتح وتستوعب الكلام ده، خليك من انك انت تبقى ميليشيا ولا تبقى مسلحه زي ما الناس تقول بطل الفتنه والناس تقول تشاكل. يا اخي بس دافع عن نفسك، دافع عن نفسك. لما نيجي واحد يعتقلوه في الحله بيجي بيعتقلوه عصابات وليس قانون ولا في حكومه، يا ريت تفهموا كده. والحاجه الثانيه دار اقول لناس جبال النوبه، يا ناس جبال النوبه حتكونوا قافلين كده لبتين، السودان دي ما حقكم كله، كلنا سوا. انتوا ما حقكم بس جبال النوبه قرياتكم، البلد دي لو اتعممت فيها الخير واستقرت فيها الوضع حكون جبال النوبة ذات من شرق من غربه لشرقه من شرقه لشماله، والحكاية حكون شنو لكل السودانيين لبعض. ليه ما تطلعوا لا بيشوفكم في اللايفات ولا بيشوفكم في 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 الاعتراض ولا بيشوف وجهة نظركم ولا بيشوفكم في الدفاع ولا بيشوفكم بتقولوا في أي حاجة؟ ليه أنا في جبال النوبة قافلين نفسهم كده وقاعدين بعيد؟ أنا بتمنى من داخل جبال النوبة بالأخص اللي قاعدين مع عبد العزيز الحلو ان احنا معاكم في وجهة النظر في حكم البلد، وفي انكم انتوا واقفين وقفة رجال ما اختلفنا، لكن دارين الوقفة دي تتعمم البلد كلها مش لجهة قبيلة معينة او لجهة منطقة معينة. معلش اختصر لانه اللايف فيه جمهور كبير و فانا دار اساوي بين الناس كله، ما يزول 3 دقائق 2 دقيقة 5 دقائق فاكسر. انا عارف عندك في في, في في الصفحه نسيب الاسد، لكن برضو الليله طبعا بس اليوم قصير. تمام، بس انا خلاص الكلمه الكلام الثاني دار اقوله لاهالي المسيريه اللي هسه حاليا قاعدين، للناس الاكاديميه المسيريه والرزيقات الاكاديميه يلي قاعدين، الرساله دي لكم انتم، وانا متاكده انتم اللي خاشين في اللايف بتاع احمد ده كله في الأكاديمية وفي الفيديو الجداد. دار أقول لكم أنتوا بتكونوا بتشجعوا الناس البيجي الجداد، لكن خدوا في عقلكم حاجة واحدة، نحن نحترف يا إخواننا، نحن ناقصين عقليا وناقصين دينيا ناقصين علميا، في حاجة واحدة ما ناقصين عدليا. نحن الناس دي من زمان متعايشين، ليه ما نعيش زي زمان؟ ليه ما نكون متواضعين زي زمان؟ ليه ما نشايل بعض زي زمان؟ ليه نتعامل بمعاملة أنا وأخوي على ود عمي وأنا وعمي على الغريب؟ لا، الناس النازحين الجو من برا غير ما بيجيب لكم الخراب وعدم الاستقرار وبيجيب لكم الكراهية ويجيب لكم الناس يكونوا منبوزين منكم وسمعتكم في الوطن. يا أخواننا يا ريت تقروا تستوعبوا، إذا أولادكم في الدعم السريع طلعون، إذا أولادكم في الميليشيات طلعون، إذا أولادكم بيدوا على الناس وبياخدوا أموال الناس وبيختصبوا وبيسرقوا وبينعبوا، يا ريت لكل أمة تقبل لجناة الشدة، ولا كل مرة تقبل لراجل الشدة، ولا كل الراجل يقبل لولده ولا بيته إلى الشدة. يا أخوانا ما تقبلوا مال الحرام في جسمكم، والله ربنا لا بارك عليكم ولا بيقبلكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. خلونا نتعايش في بلدنا زي زمان، ديلة جدد حتى لو عيال عمام بيجوا للخراب وبيجوا للدمار اطردوهم، لا تقبلون في وسطكم، لا يكون لكم سبب في تشويه السمعة، لأنها دي ما رجالة. عمر بيشيل سلاح بيغدر الناس دي ما رجالة، انت الراجل بيشيل سلاح تواجه، لو انت عندك حد تواجه، ما عندك حد تجي للزول طبعا وفي ظهره دي ما رجالة. والمال الشايل ده ما مال حلال. يا هالي المعدين يا ريت تستوعبوا وتمنعوا الشدة. شكرا لكم، يا ريت اسمعوا الكلام ده. تسلم، شكرا. طبعا عشان ما في ابقى مفوضه يجي نعطلي، المره دي معي من زمان في الصفحه وبتجي طوالي بيشارك، وهي من ضمن القبائل دي ذاتها، وجات قالت كلمه حق، وده الكلام اللي احنا كنا دايرينه وبنفتش فيه ونقول يا جماعه الناس يجي يقولوا كلمه حق، الناس القدام يقعدوا المجرمين منهم يتحاسبوا، الناس الجداد نطردوهم، ده الحل. ابو شغلنا معاهم كده والله فاطين يشتغلوا كده ابو، فهسي عشان كده احنا عملنا كامباك
وعملنا توحيد الزرقاء. الزول الساكن معانا قديم ما معانا، ما بنعرفك والله جد. ويا زول مننا نحن احتضنك بدنقل راسه قدامنا، لانه نحن توحيد الزرقاء اي زول قاعد معانا من زمان ما بيخش معانا، ولا قديم ولا جديد. عديل نخط عليك تاخ، ما هو الكلام اقضي الغش ده اللي مغشوش يا اخوي، هو نوريك عديل. توحيد الزرقاء ده المره دي حسي انا بستقبلها في التليفون، لكن لو جاتنا في جروب حقنا ما بدخلها. عديل اخط عليك تاخ، ما بدخلها نهائي. لكن تجي تتكلم كلمه حق 200 تدخل في الجروب، 200 تجي تدخل في اللايف عديل، و200 انا اديها الصفحه عديل تتكلم بها، ده 200 لا من يرجو اهلي من النزوه واللجوء ويطردوا المستوطنين الجدد الجو، ان احنا الناس القدام بعدك نتعايش، والمجرم مننا ومنهم يتحاسبوا. عديل ما تقول لي انا ساكن معي ولا لا ما بعرف ساكن معي انت بالك، ما تقول كلمه حق زي المره دي. المره دي من مين مين قبايلكم؟ ما جات قالت كلمه حق ما تقول، لانك انت ما عاوز هذا، انت ذاتك القاتل، انت المجرم. يبقى تتحمل النتائج والمخرجات بعد ده. توحيد الزرقاء ده ما ندخل اي زول. وكمان اديك كده من الشير بيت عشان ما تجي تقول لي تنط لي في رقبتي تقول لي لا لا انتوا كزرقاء بس ضدنا، لا نحن كمان ضد الزرقاء. ها القاعدين معاكم انتوا بيجي بقتلونا، ها رايك شنو؟ وضد الادارات الاهليه، ادارات اهليه ده حقك ولا حقنا؟ ما مننا نحن ادارات اهليه، نحن ضدهم، ها رايك شنو؟ ها وضد الكيزان، ها رايك شنو؟ من الزرقاء ذاته في ناس جنجبيت نحن ضدهم ومن بلهم، ما هراك شنو؟ والإدارات الأهلية ديل ما مننا برضو جتنا بلهم. أدالة ولا ما أدالة؟ أنت ما تقى زينا، أوي ما تجي تقول لي أنا ساكن معك ولا ساكن هنا برا الجماري. أدي اللي خدت عليك مرحبا. وأي زول أي زول أسمع الكلام ده كويس، كان قاعد أنت في الخارج ولا في الداخل؟ عديل كده أنت شوف وجوه الناس أيامات دكات اتغيرت، ما معك هنا، ما معك نهائي، ما عندنا لك حاجة. انت مشغلني هنا في اوروبا؟ لا بس خلاص ما عندنا لك اي حاجة. عديل نخط عليك الوشوف بتاع الناس دي الا الزول، عديل انا خط عليك تخ، الا الزول الساكن في المدينة ده بيتعامل معك، لكن زول ساكن في القرية ما بيتعامل معك. شوفوا